أربعة أعوام مضت على تأسيس الجامعة، وها نحن اليوم نشهد تخريج فوجها الأول. حرصنا خلالها على تقديم تعليم تقني يوائم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وحرصنا على تدريب طلابنا على استخدام أحدث الآلات والتطبيقات في المشاغل الهندسية والمختبرات، ووفرنا لهم بيئة ريادية تحتضن أفكارهم ليبتكروا فيها ويبدعوا. ورسمنا لهم طريق المهنية من خلال شراكاتنا مع القطاع الخاص والأعمال، وأنشأنا لهم برامج التلمذة المهنية ليكون مفتاح مستقبلهم الوظيفي، ودعمنا مشاركاتهم في المسابقات المحلية والعالمية لنمكنهم من التفوق والتميز، وكل ذلك برعاية ملكية. فيا فوج المئوية، أنتم شباب المستقبل الواعد والجيل المنتظر، وعليكم تبنى الآمال. فهيا يا شباب المستقبل، بكم يصنع النجاح وينهض المجتمع ويتحقق الهدف. مبارك لكم التخرج.